رجعنا لكم تاني مشاهدينا عشان نبدأ معاكم مجموعة من الأخبار والتقارير المنوعة. هنبدأ معاكم بالاحتفالية اللي شهدها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالأمس لافتتاح المرحلة الأولى لمشروع القاهرة الخديوية وإعادة إحياء منطقة وسط البلد، وده كان بحضور عدد كبير من الوزراء. يا محمد، بالفعل نجلاء، يعني المنطقة دي يعني يمكن منطقة مليانة بالتراث والتاريخ وطرز معمارية على أحدث مستوى ولسه موجودة ومحتفظة بالرونق بتاعها وشكلها الجمالي الكبير، وفي جهود بالفعل للحفاظ على هذا التراث من خلال يعني عملية تطوير وإعادة تجديده من جديد. ويمكن كلنا لو حد نزل وسط البلد هيشوف التطوير ده نجلاء، بالفعل بالزبط. في بعض المباني هناك بتتعمل كمان منع المرور أو يعني الوقفة بتاع السيارات كمان في وسط البلد للحفاظ على الشكل الجمالي في المنطقة ديت والاستمتاع بالشكل الجمالي والحفاظ على المباني التاريخية الجميلة اللي موجودة بالفعل في المكان ده، في سواء في القاهرة الخديوية وكمان في وسط البلد في شارع رمسيس في الأوبرا. هي يعني تبدأ بالفعل تطوير القاهرة الخديوية من موقع شارع الألفي وحتى ميدان عرابي، ودي هتكون خطوة استرشادية لتطوير المنطقة بالكامل الواقعة بين ميدان التحرير ورمسيس والأوبرا. برضو المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والشيخ سلطان بن محمد القاسمي هيفتتحوا، حاكم إمارة الشرقة هيفتتحوا اليوم مبنى دار الوثائق الجديد بمدينة الفسطاط في القاهرة. يعني دار الوثائق يعني معموله على احدث الطرق، يعني زي ما بقوله كمان يا نجلاء، يعني بشكل تعتمد على الاجهزه الالكترونيه بشكل بيضمن الحفاظ على هذه الوثائق وعدم تعرضها طبعا للتدمير او الحرق او اي شكل من الاشكال ديت، بحيث ان احنا نحافظ على تراثنا ووثائقنا التاريخيه. وموجود بالفعل عدد كبير جدا من الوثائق موجوده في الدار ده، في دار الوثائق بالفسطاط. والمبنى هناك صراحه يعني شكله يعني معماري شكله جميل جدا بالفعل، لو حد راح زار المكان ده بالفعل هيشوف يعني نظام جميل جدا، شكل جميل جدا، مكان يتناسب مع الحجم التاريخي للوثائق الموجودة والمعروضة داخل دار الوثائق بالفسطاط. النهاردة هيتم افتتاح اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، وده مقره في مبنى الاتحاد الجديد في مدينة 6 أكتوبر، وهيكون تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشرق. يعني يمكن نجلاء اللغه العربيه عندنا مش واخد حقها شويه في مصر او في الدول العربيه عموما، يعني مش عارف يمكن في يعني الدول العربيه بيتكلموا باللغه العربيه، بس احنا عندنا لغتين يعني العربيه والعاميه، يعني اللغه لا، وكمان يعني في بعض الناس بتهتم باللغه الانجليزيه او اللغه الاجنبيه عموما عن اللغه العربيه، بان اللغه العربيه بتاعتنا موجوده بها لغه القران وطبعا اللغه معروفه جدا، وعندنا اهتمام كبير جدا في كثير من الدول وفي مجمع اللغه العربيه سواء في القاهره، وكمان كان في اقدم مجمع للغه العربيه كان في دمشق في سنه 1919 تم انشاؤه، كمان مجمع اللغة العربية في القاهرة كان سنة 1932، وكمان كان في مجمع علمي في العراق تم إنشاؤه سنة 47. كل الهدف من هذه المجمعات بالطبع الحفاظ على اللغة العربية ونشر التعامل بهذه اللغة في بين الدول العربية، وأيضا يعني محاولة توصيلها أيضا والتواصل مع الثقافات المختلفة في دول العالم. محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر قرر بالأمس إقامة مشروع إنشاء مجمع ثقافي لتخليد ذكرى الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، تكريما له وتكريما لذكراه وتخليدا لهذه الذكرى. يعني رحم الله الخال كما يطلق عليه، الخال عبد الرحمن الأبنودي، يعني بالفعل يعني أعماله لازالت حاضرة بيننا وبين الشعراء خاصة بالعامية. وبالطبع المشروع إنشاء مجمع ثقافي لتخليد ذكراه بيضم طبعا كل أعماله عملها ودواوينه، وكمان هيكون في مسرح مكشوف كمان يتيح الاستمتاع بأشعاره وأعماله الغنائية وإتاحتها لعشاقه ومحبيه لتحقيق التواصل بالطبع مع كافة الأجيال، كمان يبقى هدف اللي هو يبقى منارة ثقافية وشعرية لكل محبين الشعر وتخليدا للذكرى. من المتوقع الانتهاء من المشروع ده أو التصميمات الخاصة بالمشروع خلال 3 أسابيع على الأكثر لعرضها على الجهات المختصة عشان يبدأوا ينفذوا المشروع ده بالفعل، ويتم افتتاحه كمان مع افتتاح قناة السويس الجديدة. يعني هيكون في حدثين، قناة السويس الجديدة نجلاء وكمان اللي هو يعني المجمع لعبد الرحمن الأبنودي.
مشاهدينا في إطار الجهود اللي بتقوم بيها سواء الحكومة أو وزارة السياحة تحديدا من أجل تنشيط والترويج للسياحة المصرية ليس في الداخل فقط ولكن في الخارج أيضا. البعثة المصرية في مدينة شنغهاي الصينية قامت بإنشاء صفحة رسمية على الإنترنت، ولكن هذه الصفحة باللغة الصينية علشان تقدر تخاطب الصينيين وتعرفهم بالأماكن والمواقع الأثرية اللي موجودة في مصر، ده علشان تقدر تجذب أكبر عدد ممكن من الصينيين إن هم يزوروا مصر. وبيأتي إطلاق هذا الموقع من أجل الترويج للسياحة لمصر في ضوء تنامي السياحة الصينية الدولية. طب الحمد لله، يعني في بالطبع جهود متواصله للترويج السياحي في مصر بالفعل، وسواء يعني كمان الحمد لله كان في 20% تقريبا زياده في السياحه العام الماضي، وده يعني حاجه مبشره بالطبع، وجهود متواصله من جانب الحكومه سواء كمان من جهود شعبيه كمان زي ما احنا شايفين من البعثه المصريه اللي موجوده في شنغهاي للترويج للسياحه المصريه والتعريف بالحضاره والثقافه المصريه والمواقع السياحيه الجميله بالطبع اللي موجوده في مصر. وبالتالي يعني من المتوقع ان شاء الله باذن الله لتنمو السياحة أكثر وأكثر في المرحلة القادمة إن شاء الله. وطبعا احنا عارفين ان معظم السياح الاجانب بيجوا مصر علشان جوها سواء في الصيف او في الشتاء. علشان ما نتعرف على الجو خلال اليومين اللي جايين، معانا الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الارصاد الجوية. صباح الخير يا استاذ وحيد. دكتور وحيد صباح الخير. يبدو اننا فقدنا الاتصال مع الدكتور وحيد، على اي حال سنعود للاتصال بالدكتور وحيد مره اخرى. ولسه مستمرين في السياحه كمان نجلاء. بالظبط، السفاره المصريه في برلين اتسلمت بالامس من الشرطه الالمانيه 46 خرزه حجريه اثريه. هذه الخرز ده كان يعني كان في عقد موجود على احد التمائم الاثريه. يعني الموضوع الاثار ده، يعني احنا شايفين الفتره الاخيره في جهود لاعاده الاثار اللي هي موجوده في الخارج، وبالفعل كانت السفاره المصريه في برلين اكتشفت بقى مجموعه من التمائم الاثريه المصريه في احد معارض المشغولات اليدويه بمدينه برلين في 2013، وتم التحقق من اثريه 7 تمائم منها واستردتها مصر بالفعل في احتفاليه يوم 2 ابريل اللي فات. رجعنا تاني للأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد. دكتور وحيد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. نتعرف بقى من حضرتك على حالة الجو النهارده وأخبار الجو ايه؟ النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحرارة حوالي درجتين مقارنة بالأمس، لكن بيبقى الجو معتدل على المدن الساحلية، بيميل للحرارة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على أقصى جنوب الصعيد عند الأقصر وأسوان. اما ليلا فالجو لطيف على كافه انحاء الجمهوريه، سرعه الرياح اليوم تسمح بالقيام بكافه الانشطه البحريه سواء في مسطح البحر الاحمر او المتوسط. يعني متوقع في المرحله القادمه دكتور وحيد، يعني هل تستمر الانخفاض التدريجي في درجات الحراره ام من المتوقع ان احنا نشوف درجات حراره مرتفعه خلال الايام القادمه؟ لا، بكره في ارتفاع مؤقت من درجتين لثلاث درجات بيصاحبه نشاط الرياح المثيره للرمال والاتربه، بتكون متوسطه الشده او محدوده على القاهره والوجه البحري، لكن بتصل لحد العاصفه الرمليه على محافظات الصعيد. ومن بعد ظهر الغد تشهد البلاد تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه بصاحبها سقوط امطار خفيفه على المدن الساحليه في المقام الاول، ثم جنوب سيناء وعلى بعض من محافظات الوجه البحري والقاهره، ثم تعاود درجات الحراره انخفاضها التدريجي مره اخرى حتى نهايه الاسبوع اعتبارا من يوم الثلاثاء اللي جاي. تمام، شكرا جزيلا دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. معنا أيضا النقيب أحمد نور المشرف بغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا سيادة النقيب. صباح الخير لحضرتك ولجميع السادة المشاهدين. سيادة النقيب، حضرتك تدينا فكرة عن حالة المرور في شوارع القاهرة خاصة مع بداية الأسبوع النهاردة. النهاردة البداية الحقيقية لكثافات المرورية في الأسبوع، عندنا بالنسبة لمناطق الجيزة في الكثافات المعتادة يوميا بمحور شارع الأهرام ومحور شارع الملك فيصل المتجه لكوبري جيزة المعدني، أيضا بالنسبة لشارع النيل القادم من مناطق الكتات متجه لكوبري أكتوبر،
عندنا ايضا بالنسبه لمحور كوبري 6 اكتوبر القادم من مناطق الجيزه اتجاه منزل رمسيس والاسعاف، ده بالنسبه للمناطق مرور الجيزه الشوط العام للاداره العامه لمرور الجيزه. بالنسبه لمناطق الشوط للاداره العامه لمرور القاهره عندنا محور الثوره القادم من طريق السويس وكوبري الجيش كيلو 4.5 في بعض الكثافات اتجاه محور الثوره، عندنا في الاتجاهين ايضا متجه لميدان المحكمه من شارع الحجاز في بعض الكثافات فقط بسيطة جدا ما تتجاوز 50 متر بيتم العمل على صعبها أول بأول. كثافات أعلى كوبري 6 أكتوبر الوصلة المعلقة لضيق الوصلة نفس الموقع، وأيضا القادم من الشهيد عبد المنعم رياض اتجاه محور النصر بالنسبة لمنطقة أعلى المالية لضيق الوصلة نفس الموقع. تمام، يعني سياده النقيب يعني في تحويلات في اي من الطرق مثلا موجوده دلوقتي او في اي اعمال مثلا حولت الطرق من خلالها لطرق اخرى، ونصايحك ايضا لسائقي وقائدي السيارات؟ لا الحمد لله، بالنسبه للتحويلات كان في تحويله في الكيلو 28 طريق مصر اسكندريه قدم اسكندريه اتجاه القاهره دي الحمد لله انتهت اول امس. عندنا فقط بالنسبه لمنطقه الاعمال اعلى الكوبري اعلى صلبيه على دائري منيب القادم من المناطق المريطيه اتجاه المعادي، دي مسببه بعض الكثافات الكبيره. احنا معززين الخدمات نفس الموقع هناك، هيئه العامه للطرق الكباري بيتم اصلاح الهبوط اللي حصل في الكوبري ده من عده ايام، وباذن الله يخلصوا قريب يعني عشان هي مسببه كثافات على مدار اليوم ال 24 ساعه، وبنحاول نعزز الخدمات هناك ونسحب الطريق نفسه. شكرا جزيلا سياده النقيب احمد نور مشرف باداره العمليات باداره المرور. مشاهدينا بعد ما تعرفنا على حاله الجو وعلى حاله المرور نتعرف على الاخبار الرياضيه مع زميلنا محمد عاطف. صباح الخير يا محمد. صباح الخير محمد. صباح الخير شعبان، صباح الخير نجلاء، وصباح الخير مشاهدينا الكرام. ده معاد وقفتنا الرياضيه في هذا الصباح، مجموعه من الاخبار الرياضيه المنوعه هنبداها بدايه محليه. واليوم هتتواصل الجوله 29 من الدوري المصري الممتاز باربع مواجهات. هيلاقي الجونه مضيف وسموحه، ويحل حرس الحدود ضيف على مصر المقاصه الساعه 4 عصرا. وهيلتقي الاتحاد السكندري مع ضيف الاسيوط سبورت، وهيلعب طلائع الجيش ضيف على الاهلي الساعه 6:30 مساء. أما فريق بتروجيت فسقط في فخ التعادل السلبي أمام الداخلية في الأسبوع 29 من الدوري. حاول كل فريق اقتناص هدف الفوز والنقاط الثلاثة، إلا أن مهاجمي الطرفين فشل في ترجمة الفرص اللي سنحت لهم إلى أهداف. التعادل رفع رصيد بتروجيت ل 43 نقطة في المركز الخامس، وارتفع أيضا رصيد الداخلية إلى 35 نقطة في المركز الـ 12. وضمن نفس الجولة تعادل فريق اتحاد الشرطة مع ضيف المقاولين العرب 1-1. سجل عماد حلمي لاعب الشرطة هدف بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47 يمنح المقاولون التقدم، ثم تعادل علي رابو لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 69. بالتعادل بيرفع الشرطة رصيده ل 41 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة وحيدة أمام المقاولين صاحب المركز الثامن. لسه بنتابع اخبار الدوري المصري الممتاز، وتعادل وادي دجله مع العاب دمنهور 2-2 في الاسبوع 29. تقدم عمرو مرعي بهدف لدجله في الدقيقه 25، وتعادل ابو كونيل لدمنهور في الدقيقه 29. واحرز محمد الجباس الهدف الثاني لدجله في الدقيقه 64، ولكن ابو كونيل ادرك التعادل مره اخرى لدمنهور من ضربه جزاء في الدقيقه 79 ليسجل الهدف الثاني ليه ايضا. بالتعادل بيرفع وادي دجله رصيده ل 42 نقطه في المركز السادس مقابل 11 نقطه لدمنهور في المركز ال 19. نترك مصر وبنتحول للقارة العجوز ونبدأ من إسبانيا. برشلونة أصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه ريال سوسيداد 2-0 في لقائهم ضمن الجولة 36. سجل البرازيلي نيمار الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 51، وأضاف بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 55. بالفوز بيرفع برشلونة رصيده ل 90 نقطة بفارق 4 نقط أمام الريال صاحب المركز الثاني، واللي تعادل مع فالنسيا 2-2 أمس مع تبقي جولتين على النهاية. أما رصيد ريال سوسيداد فتجمد عند 43 نقطة في المركز ال 11.
وفي الدوري الانجليزي يستضيف ملعب ستانفورد بريدج بالعاصمه البريطانيه لندن موقعه من العيار الثقيل بين صاحب الارض تشيلسي المتوج باللقب وضيفه ليفربول الساعه 5 مساء ضمن الجوله 36. ونجح فريق البلوز في التتويج باللقب بعد ما رفع رصيده ل 83 نقطه في الصداره وفارق 13 نقطه امام مانشستر سيتي الثاني. اما ليفربول فبيدخل اللقاء وهو بيسعى جاهدا للفوز للبقاء في المركز الخامس والمؤهل للدوري الاوروبي الموسم المقبل. جدير بالذكر ان تشيلسي نجح في الفوز بلقاء الدور الاول 2-1 على ارض ليفربول. لسه في انجلترا ولكن مانشستر يونايتد اللي استعاد نغمه الانتصارات بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في لقائهم ضمن الجوله 36 من البريمير ليج. سجل خوان ماتا الهدف الاول المانيو في الدقيقه 19 من ركله جزاء، واضاف مروان فيلايني الهدف الثاني في الدقيقه 78، واحرز جيسون بونشيون الهدف الوحيد لبالاس. بالنتيجه دي بيرفع مانشستر يونايتد رصيده ل 68 نقطه بيحافظ بيهم على موقعه في المركز الرابع في ترتيب المسابقه واللي بيؤهله للمشاركه في بطوله دوري ابطال اوروبا العام القادم. بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطه ليظل في المركز ال 11. مشاهدينا بكده بتنتهي وقفتنا الرياضيه في هذا الصباح، وارجع معاكم مره تانيه لنجلاء ومحمد لمتابعه باقي فقرات وحوارات هذا الصباح.